بالنسبة لي اللي عملنا بالنخيل هو بدأ، يمكن نرجع إلى التاريخ شوية، كان من أيام جدي، فنقول إحنا بداية العمل كان أيام جدي تقريبا بالثلاثينات من القرن الماضي، شراء مزرعة في العراق، ومثل معظم يعني أهل الكويت بعد وفاة جدي الوالد أخذ يعني مهام إدارة هذه المزرعة، وصرفت على يعني على إخوانه وعلى عياله. يعني هذه فسيلة من النخلة، هذه عادة احنا نبعث مثل هذه لماريوني لإكثار الإنتاج النخيل النسيجي. هذه نوع أم الدهن، أحد أنواعنا، وعادة احنا نبعث لهم كل شهر حسب البرنامج اللي احنا يعني متفقين معاهم، كل شهر ياخذوا منا الكميات والأصناف اللي هم يعني يحتاجونها. هذه عينة من الفسائل اللي استلمناها في شهر 4 اللي فات، يعني قبل 4 شهور. هذه من النوع البرحي. هذه الصينية تتكون من 25 فسيلة. عادة ناخذها بهالطريقة هذه. بعدين احنا نحولها إلى قوارير أكبر، بعدين تكبر مثل الحجم الموجود هناك، تصير جاهزة للزراعة.